مساء الخير واهلا بكم في المواجهه مع النفس. اتعودنا لما بنفتح ملف بنكمل فيه، وطالما قدمنا حلقات سابقه كان عنوانها اسكندريه الى اين، يبقى لازم نجاوب على السؤال اللي طرحناه ونحاول نعرف مع حضراتكم اجابته، خصوصا فيما يخص القطاع العقاري. لازم نطمئن على اسكندريه الجديده. اي ملف تطوير بيتفتح في مصر عاده بيكون عباره عن صفحتين او جزئين. الصفحه الاولى هي تطوير ما هو قائم بالفعل وعلاج مشاكله المزمنه، وده بيكون صعب جدا واحيانا مستحيل. وهنا بتظهر اهميه الصفحه الثانيه، ملف التطوير لازم يتضمن ما هو جديد تماما من مشروعات مستقبليه، وده موضوع حلقتنا النهارده. كلنا عارفين وعايشين مشاكل اسكندريه القديمه، وكتير مننا مش عاجبه حالها، وبرضه كلنا بنحلم باسكندريه جديده فيها طرق واسعه ومساحات خضراء، مسطحات مائيه، بيوت صحيه للجميع. بس يا ترى هل الحلم ده قابل للتحقيق؟ خلينا نمشي من الشرق الاقصى الغرب. اسكندريه بقى شكلها ايه؟ في محافظه في العالم كان عدد سكانها مثلا 3 مليون او 4 مليون في وقت من الاوقات وما تتمددش. ايا كان مين المسؤول بقى، المسؤول بقى كان اداره في البلد، كان محافظ، كان وزير، كان اي حد ايا كان هو مين. في الدنيا بلد بتقعد من الخمسينات حدودها هي والناس تخالف تبني في شارع في 4 متر، حياتك روح ميامي وروح سيدي بشر، شارع 4 متر و20 دور يعني كلام يعني مش منطقي. بعد 2011 ان اللي حصل جريمه في حق اسكندريه، يعني جريمه مكتمله الاركان. يعني خلينا نتكلم على الشق المعماري، يعني لما يبقى الارتفاع السائد في اسكندريه هو 20 دور دون النظر لمرافق، دون النظر لعرض شارع، المخالفات بقت هي الطبيعه. يعني بقى وصلنا في اسكندريه ان اللي مش بيخالف بقى هو الحال الشاذ. ايه الغلط اللي كان في اسكندريه طول السنين دي؟ هو كان في يعني عدد ضخم من المباني اللي في اسكندريه اللي كنت حياتك بتشوفها في الافلام في السبعينات والثمانينات. المباني دي كانت مصممه بشكل معين بجناين معينه، بعدد معين من الفيسترات جوه البيت، بعدد معين من الاشخاص ساكنه جوه البيت. فتهد المبنى ده واتبنى بداله عمارة مثلا فيها هنقول على الأقل 20 أو 30 ضعف. الكلام ده بيحصل من سنة 96 مثلا 97 بالتبعية بقت ما بتعرفش تركن، بالتبعية نوة خفيفة زي أول نوة مثلا بتيجي علينا في الشتاء اسكندرية كلها بتغرق شلل تام. فده غياب التخطيط بالناس خططت وبنت صح وعملت بنية تحتية للمباني اللي بنتها دي، وناس تانية في غفلة من الزمن جت شافت الموضوع ظاهريا بدون تخطيط وبدون دراسة حملت البنية التحتية لإسكندرية فوق طاقتها بكتير. لو بدأنا من الشرق طبعا عند حضرتك حوالين إسكندرية دي كتلة العمران القائمة في إسكندرية اللي هي تعتبر إسكندرية بكتلتها العمرانية القديمة، بتبدأ من الشرق عند حضرتك طبعا أبو قير الجديدة اللي جاري تطوير فيها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ده تعتبر الجزء اللي هيبتدي يستوعب التوسع العمراني في اتجاه الشرق بالنسبة لمحافظة اسكندرية في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. عندنا بعد كده نزولا تحت بالنسبة للجزء دوت عندنا المناطق اللي هي المنطقة بتاعة المطار أو المنطقة بتاعة مطار النزهة كلها وبحيرة المطار، ودي منطقة جاري دراستها بشكل كامل دلوقتي علشان يعاد تخطيط المنطقة دي كلها تاني. عندنا بعد كده طبعا مشروع صواري. المشروعات اللي موجودة هنا طبعا في مشروع تاني كمان في الجزء دوت اللي هو مشروع مروج، وده برضو بتقوم بيه الهيئة الهندسية بالشراكة مع القطاع الخاص في الجزء دوت. بعض المعترضين بيقولك طب انت عملت مروج في سموحة وصواري في وسط البلد، ما انا عايز ابننا كمان في سموحة في شوارع سموحة التقليدية، اشمعنى؟ ايه التخطيط في كده ان انا اجي في منطقة يا زحمة اعمل منطقة كبيرة وفيها سكان جدد وهي برضو زحمة؟ النهاردة حياتك كوبري مثلا 14 مايو جنبه في عمارتين بيتبنوا تبع احد الشركات المطورة، كوبري انطونيادس جنبه في كومباوند بيتبنى فالوري انطونيادس تبع شركة كبيرة من الشركات المطورة. الناس بتبني وشغالة ومكملة حاجتها. ليه المقاولين بيشتكوا في اسكندرية ان البنا واقف؟ ما هو اقول لحياتك على حاجة، في دايما بيبقى فترة فيها تغيير ما بين وضع انت كنت بتكسب منه بشكل معين ووضع جديد، فانت المكسب اللي فيه اقل فمش عاجبك فانت بتاخد جنب. في حد تاني بقى بيتطور مع التطوير، يعني التحالف اللي احنا بنمثله في كمطورين شغالين مع الدولة 5 شركات بس، عندنا ما يقرب من 3000 مهندس وموظف وعامل
وبنا وحداد ونجار عندنا احنا بس في السكيل بتاعنا احنا بس. امال باقي اسكندريه شغال ازاي؟ امال المشارف شغاله ازاي؟ امال البشاري الخير شغاله ازاي؟ المقاولين بيشتكوا من ايه؟ انا عن نفسي شايف ان المقاولين في اسكندريه كلهم شغالين. طبعا في مشروع عملاق شغال دلوقتي في بحيره مريوط من خلال الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، اللي هو ضمن رؤيه الدوله لتطوير بحيرات مصر كلها، وده بيتم عن طريق ان بيتوقف اي نوع من انواع الصرف المخالف على البحيره، بيتم زياده تعميق البحيره وتكريكها، بيتم الحفاظ على حدود البحيرات زي توجيهات سياده الرئيس اللي كان بيتكلم عنها دايما، بحيث ان ما يحصلش اي نوع من انواع التعدي عليها. اللي بيحصل في ابو قير، ابو قير انا برضو قريت على السوشيال ميديا ان في مدينه كامله بتتبنى في ابو قير وجزيره صناعيه، اكبر جزيره صناعيه. بص احلام، احنا بنسمع الاحلام، تعودنا يعني صوري دي كانت حلم. النهارده ما حمت اتعودت من الناس اللي بتقول الاحلام دي ان انا بلاقي كلامهم صح. اتعودت لما قالوا لي تعالى اشتري في الداون تاون الجديد ده هيبقى، فانا طبعا قلت بقى والصيادين ده يعني العشش الصفيح دي هتبقى داون تاون جديد. قال لك مرحلتين، هتشتري الاسعار هتغلى بعد كده، ولما تشتري تاني ولما الطريق يتفتح بتاع محور التعمير المكان ده هيبقى اهم مكان في اسكندريه. الاولانيه اتحققت، والتانيه لما مشيت على الطريق الاسبوع اللي فات لقيتها ان هي قربت جدا انها تتحقق، فان كلامهم بصراحه بيتحقق، فانا عندي ثقه فيهم. ايه اللي هيحصل في بحيره مريوط؟ بحيره مريوط اولا كان فيها خط الصرف الرئيسي بتاع اسكندريه تم نقله من البحيره، البحيره مساحتها 6000 فدان. هيحصل فيها ان يبقى فيها جزيره جوه البحيره، فيها مراكب شراعيه عشان الثروه السمكيه منع ان يبقى في حاجات بمواتير، فيها نادي رياضات بحريه، فيها مسجد كبير، فيها مطاعم، فيها اداري، فيها تجاري، فيها كافيهات، فيها كلاب هاوس لبعض الكومباوندات اللي جوه صواري.